يشكل طريق الحميمة إلى مركز جمرك وادي اليتم بطول 100 كيلومتر مسارا خطيرا بسبب حالة الطريق المتهالك وغياب الإنارة. تتعطل الإضاءة بشكل متكرر بسبب العبث باللوحات الرئيسية، مما يزيد من خطورة الطريق ويؤدي إلى حوادث. التفاصيل في التقرير التالي. رحلة محفوفة بالمخاطر تبدأ من الحمامة حتى مركز جمرك وادي اليتم، مدخل العقبة الوحيد، طولها 100 كيلومتر، والسبب هو الطريق المتهالك وغياب الإنارة، مما يشكل خطورة بالغة على مرتاديه. فتارة يضاء الطريق وتارة أخرى يغرق في الظلام الدامس بسبب العبث في اللوحات الرئيسية على جانب الطريق. نتمنى أنه هذا الطريق حتى نحافظ على سلامة زوار العقبة ومرتدينه بشكل عام أنه يكون مضاء طول فترة الليل، اللي هو نزولا من بوابة العقبة جمرك العقبة إلى مدخل مدينة العقبة. للأسف بيكون في إنارة، ثاني يوم الإنارة مطفية، بتكون ظلام دامس خاصة إذا ما في قمرة زي ما بيقولوا. السيارات القادمة من الصيد الآخر إنارتها قوية، ومش كل سيارات المواطنين أو مركباتهم مهيئة بإضاءة لأنها تكشف مدى بعيد. ممكن نتفاجأ بوجود حيوانات مثل الجمال، وحدثت كثيرا وما زالت. هذه الطريق لأنها إحنا العقبة معروف إنه هي مدينة سياحية، وبرضه هي عبارة عن منطقة حدودية، فهذا الطريق عامر، لهيك لازم نطلب من السلطة إنه ومن الأشغال انهم ينتبهوا لهي الطريق، ينتبهوا للإنارة اللي فيها، ويكون هذا الحكي باستمرار، لانه ماشي هم ما بيقصروا، لكن بنفس الوقت ممكن يكون في عبث يؤدي الى انه هذه الإنارة تطفي وتؤدي الى حوادث. الطريق الذي عملت وزارة الأشغال العامة والإسكان وسلطة العقبة على صيانة الإنارة فيه مؤخرا، وقعت عليه العديد من الحوادث المميتة، لا سيما أنه يعد المنفذ الوحيد للعقبة لسيارات الشحن التي تقصد الميناء لتحميل البضائع إلى عمان والمحافظات الأخرى، ويصعب من مهمة الطريق الذي تحيطه الجبال نزولا إلى المدينة البحرية العتمة الشديدة فيه، ما يؤدي إلى حوادث سير قد تكون قاتلة في بعض الأحيان. وتتسبب اعتداءات مجهولين بحسب وزارة الأشغال على محولات رئيسة مخصصة لإنارة طريق وادي اليتم وسط مدينة العقبة، وسرقة محتويات فيها كالكوابل الأرضية بعزله عن التيار الكهربائي وتعطيل إنارته. إذن نناقش هذا الملف بالتفصيل، ونرحب بسيد حرب عويضات وهو رئيس مجلس محافظة العقبة، يعطيك ألف عافية. يعني هذا الطريق يحتاج إلى مخصصات من أجل حل هذه المشكلة، ما دوركم في مجلس المحافظة؟ ستي مساء الخير أختي رانيا، مساء الخير لمشاهدين قناة رؤيا. هي يعني طريق وادي اليتم كما ذكرتي هي اولا الشريان الرئيسي الذي يربط محافظه العقبه ثغر الاردن الباسن بكافه مناطق ومدن المملكه الاردنيه الهاشميه، ايضا يربطنا مع ثلاث دول عربيه شقيقه، جمهوريه مصر العربيه والمملكه العربيه السعوديه ودوله فلسطين، ايضا يعني منطقه الميناء الوحيد في في في, في الاردن. ستي احنا للاسف كما ذكرت في التقرير، هي كان يعني احنا مجلس المحافظه من المبادرين وداعمين للاناره في 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 منطقه وادي اليتم وكافه مناطق المحافظه. مجلس المحافظه يعني قدم تقريبا 750 الف للاناره سواء في وادي اليتم او في مناطق كافه مناطق المملكه. فللاسف الشديد هذه الإنارة تتعرض لاعتداءات بشكل مستمر ويومي، علما أنه الأشغال للأمانة، وإحنا يعني من هذا المنبر أوجه لهم جزيل الشكر، يعملوا باستمرار على 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 صيانة على صيانة وعلى المتابعة باستمرار. نعم، لكن أليس من المفروض أن يكون هناك يعني كاميرات، طريقة أو آلية ما لمراقبة هؤلاء يعني من يعتدون على الإنارة تحديدا، وأن هذا مكلف جدا بأنه أن يتم إعادة تخصيص مخصصات مرة أخرى من أجل إنارة الطريق؟ ستي
ستي احنا 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 يعني متابعين مع للامانه مع مديرية اشغال العقبة لهذا الموضوع. احنا خصصنا ما يقارب 20,000 لإنارة هذا الطريق منطقة وادي الليتم ولغاية مدينة العقبة. ايضا امبارح كان الاجتماع مع عطفة مدير اشغال العقبة وخصصنا مبلغ 10,000 مناقلة عاجلة للعمل وحل هذه المشكلة. لكن مثل ما تفضلتي احنا لا يوجد يعني الان هذه الحلول العاجله اللي هي تخصيص هذا المبلغ حتى نتمكن من اناره الطريق. نعم. لكن احنا يعني الحلول القادمه ان شاء الله احنا يعني بصدد تركيب كاميرات او انه تحويل الاناره الى طاقه شمسيه بتكون يعني للامانه افضل واخف واسرع ولا يكون يعني عليها هذاك الاعتداءات مثل الان الكوابل او المحطات الرئيسيه. نعم، كان الشارع على مدار يعني على كل طوله منارا ومضاءا وحصلت هذه الاعتداءات، ام ان الطريق نصفه مضاء نصفه لا؟ لا، الطريق للامانه كامل مضاء، ولكن يعني خلال الاسبوع بجزء يتم عليه اعتداءين، يعني بيكون اعتداء بيصلحوا بيطلع الاشغال بيعملوا له صيانه، ثاني يوم ثالث يوم نرجع نفس المشكله. فيعني المفروض انه احنا يعني بشكل عادي احنا الان مثل ما حكيت لك قبل شوي اختي راديه، احنا عملنا مناقله بشكل رئيسي وعاجل لاناره الطريق بالسرعه الممكنه، لكن احنا لابد من وضع كاميرات على هذه الطريق حتى احنا يعني نراقب عن كثب هذا الموضوع. نعم، بمراقبتك ايضا عن كثب سيدي، يعني تواصلت مع الجهات المعنيه، من هم هؤلاء؟ يعني هل هم مواطنين يعتدون بشكل عشوائي ام انها يعني من هم؟ يعني عدم المؤاخذة يعني أكيد بده يكون من المواطنين، يعني بيكون مواطنين يعني عارفين إنه يعني من مرين الطريق أو من يعني شاركيها الطريق أو من الناس اللي يعني يعني عارف المنطقة بالذات. نعم، ويتم محاسبتهم ويتم مراقبتهم، التحقيق معهم، عقوبتهم أيضا ما هي؟ طبعا احنا احنا في تنسيق عالي مع 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 مديريه الاشغال مع عطفه محافظه العقبه ان شاء الله ومع اجهزتنا الامنيه الساهره على امن هذا الوطن، ويعني يحاسب من تسول نفسه تسول له نفسه الاعتداء على ممتلكات الدوله وممتلكات المواطنين. نعم بالتاكيد، يعني احنا قاعدين عم نحكي عن ايضا سلوك يؤدي لا قدر الله الى حوادث مميته وان تخسر الناس ارواحها، وتحديدا بأن الجهات المعنية قائمة بواجبها في موضوع الإنارة. أنا بدي أشكرك سيد حرب العويضات رئيس مجلس محافظة العقبة، كل الشكر. نعم، كل الشكر. أنتقل إلى المهندس محمد الكساسبي مدير أشغال محافظة العقبة. إذن يعني هذا الطريق تتعطل فيه الإنارة بشكل مستمر، يبدو يعني من المقابلات ومن حديثنا أيضا مع مجلس المحافظة بأن هناك اعتداءات دائمة على هذه الطريق وعلى إنارته. حدثنا أكثر عن هذه المشكلة وحلول وزارة الأشغال. مساء الخير، بداية مساء الخير عليك وعلى جميع المشاهدين الكرام وعلى أخوي حرب عويضات سعادة رئيس مجلس محافظة العقبة. أختي الكريمة، بس قبل ما نتحدث في موضوع الإنارة، نعم، أنوه لموضوع الطريق المتهالك بلا إنارة في محافظة العقبة. اليوم بأكد لك بحمد الله يعني وزارة الأشغال العامة والإسكان شرفت على الانتهاء من أعمال العطاء المركزي الخاص بصيانة الطريق الصحراوي. اليوم يعني من رأس النقب وصولا إلى العقبة وطريق وادي عربة وحتى الطريق المؤدي إلى حدود الدرة، هي طريق جديد وبحالة ممتازة. بأكد على انه كافه المناطق السكنيه على مسار هذا الطريق الصحراوي وعلى المناطق الخارجيه في وادي عربه وحتى مدخل معبر حدود الدره هي طرق مناره بالكامل. احنا المشكله عندنا اللي بنتحدث عنها عن مداخل العقبه اللي هي داخل المناطق الجمركيه بعد جمرك وادي عربه وجمرك وادي جسم. قبل الحديث عن الخطه الحدود الدائمه اللي وضعناها في الاشهر القليله الماضيه، بس بدي انوه على موضوع هاي المشكله، هي مشكله ليست قديمه، هي مشكله قديمه جديده. طبعا مدينه العقبه بواقع الحال تحتوي على مداخل عدد اثنين اللي هو مدخل من وادي عربه بطول 14 كيلو متر، للاسف في 7 كيلو منه متر معطل، ومدخل وادي جيتن بطول 20 كيلو متر
للاسف ايضا في 14 كيلومتر من نوع معطل. هاي الاناره طبعا يعني احنا كنا نعمل على اجراء صيانه في الربع الاول والربع الثاني من هذا العام، الا انه للاسف الشديد ما زالت الاعتداءات قائمه، وخلينا نسميها اعتداءات متسلسله على شبكه الاناره. تنوعت هاي الاعتداءات ما بين سرقه الكوابل الارضيه او الكوابل داخل الاعمده، وكان الاعتداء الاخير للاسف الشديد احد المحولات في داخل الوادي المحاذي للطريق المغذي لشبكه الاناره. طبعا عطوفه محافظه العقبه مشكورا يعني يتابع بادق التفاصيل ويتخذ الاجراءات الامنيه اللازمه في كل حادث، طبعا بالتحقيق بهذه حوادث السرقه اولا باول. الان يعني كان في اعاز واهتمام شديد من اصحاب المعالي، معالي وزير الاشغال العامه والاسكان ومعالي رئيس سلطه منطقه العقبه الاقتصاديه الخاصه، وتم وضع خطتين عمل، خطه عاجله وخطه دائمه بالتشارك مع مجلس محافظه العقبه، اللي انا يعني هاي فرصه بتوجه لهم بشكرهم، يعني كان دعمهم بشكل مستعجل مرتين في تمويل صيانه هذا الطريق، لانه صار عليه صيانه عده مراحل، كل ما كان في صيانه الى للاسف الشديد انه بعدها يصير في اعتداء. الخطه العاجله ست الكريمه اللي هي اجراء اعمال صيانه راح تكون لهذا المشروع، طبعا بالتوازي انه يتم تعزيز عناصر السلامه المروريه اولا باول للحفاظ على سلامه مستخدمي الطريق. اما بما يتعلق بالحلول الدائمه وهي حلول خلينا نسميها في طور الدراسه، طبعا بتشاركيه عاليه بين جميع المؤسسات، وزاره الاشغال العامه والاسكان وسلطه منطقه العقبه الاقتصاديه الخاصه ومجلس محافظه العقبه، بدانا بالعمل على دراسه تحويل هذه الاناره الى اناره بطاقه شمسيه، ايضا دراسه لتركيب كاميرات مراقبه على كامل مسار الطريق. لكن هذه الدراسه يعني انا لا اعلم عن مخرجات حتى الان، لانه يتم تقييم للبنيه التحتيه للاناره كون هذه الاعمده قائمه، ويتم دراسه متى تحملها لالواح الطاقه الشمسيه او نظام الطاقه الشمسيه بشكل عام. نعم، ايضا مهندس يعني ما الذي سيضمن يعني وان تحولت الاناره الى الواح الطاقه الشمسيه بانه هؤلاء نفسهم من الممكن يعني ان يعتدوا؟ نعم. حتى على هذه على هذه الالواح الفارق ما بين الاعتداء على الطاقه الشمسيه او الاعتداء على الاناره الحاليه، الاناره الحاليه طبعا سابقا كان في خطه عملنا احنا استبدال للكوابل اللي تعرضت للسرقه من كوابل نحاسيه لكوابل الومنيوم، لكن خلينا نحكي كل 4 كيلو هم موصولات بلوحه تحكم واحده. اذا صار حادث سير على واحد من الاعمده للاسف بصير اطفاء لكامل الأربعة كيلو، لانه هي موصولات الكوابل الارضيه. الطاقه الشمسيه اذا صار اعتداء او صار خلل في احد الاعمده لا يؤثر على الاعمده الموازيه لها. يعني كل عمود منفصل ليس كما هو بتغذية الكوابل الأرضية. نعم مهندس، كنت ذكرت في بداية الحوار حضرتك عن أن الطريق في حالة جيدة وليست متهالكة. نعم. طلعنا مرة أخرى على تفاصيل حالة الطريق وأنه مدى الصيانة، كم تحتاج إلى صيانة، كم هناك صيانات دورية، وما إن كان هناك بعض الطرق بحاجة إلى الاهتمام من قبل وزارة الأشغال. نعم ستي، معالي وزير الاشغال العام والاسكان يعني ابدى اهتمام بطرق محافظه العقبه وشبكه الطرق، كان اخرها بالعام نهايه العام الماضي انتهاء مشروع طريق راس النقب الحميمه بطول يصل الى 22 كيلومتر تقريبا. بدايه العام في الربع الاول من العام تم مباشره باعمال عطاء المركزي اللي هو للجزء اللي كان اكثر ضررا من الدويره وصولا الى مرورا بمنطقه الراشديه ومنطقه الاتحاد ووصولا الى منطقة الخالدي بطول 20 كيلومتر. أيضا يوم أمس في زيارة معالي الكريم إلى محافظة العقبة تم الإعاز لإجراء أعمال صيانة في المناطق المحاذية لمطار رجوير على الطريق الصحراوي. الآن بحمد الله يعني أصبحت شبكة الطرق ضمن محافظة العقبة هي يعني بحالة جدا ممتازة وبطرق جديدة. نتحدث ايضا عن داخل قصبه العقبه الطريق الخلفي اللي تم اعلان الاعمال الصيانه له على عده مراحل، كان في العام 2022 و2023 انتهاء منه بطول 15 كيلومتر بالاتجاهين على مرحلتين. بالتاكيد طريق وادي عربه يتم الان اعمال له الصيانه الروتينيه بتمويل من مجلس محافظه العقبه ومراقبه هذه الطرق اولا باول. طريق الساحلي ايضا بحاله ممتازه، الحمد لله يعني احنا بيتم لها مراقبه ويتم اجراء صيانه اولا باول. نعم. لكامل الطرق ضمن محافظه العقبه. كل الشكر لك مدير اشغال محافظه العقبه المهندس محمد الكساسبي. حلقه برنامج من هنا نبدا لليوم انتهت، نلقاكم غدا في نفس التوقيت في امان الله.